أنتقل مباشرة لمراسلنا من كورنيش البصرة مع الزميل محمد كاظم. حياك الله محمد، أهلا وسهلا بك، ماذا لديك؟ تفضل. نعم زميلي علي، تحية لك ولجميع مشاهدي قناة الفرات وضيوفك الكرام. بكل تأكيد أجواء جميلة وأجواء فرح وابتهاج وسرور يعيشها البصريون والعراقيون في محافظة البصرة في بطولة خليجي 25، وخلنا نشوف الأجواء في عيون أهالي البصرة والعراقيين. يا حبيبي مساء الخير عليك وعلى قناتكم الموقرة الطيبة. أكيد أجواء حلوة ومرتبة بوجوه هاي الناس الطيبة، وأكيد البصرة موجهة على باب خير وبركة، وإن شاء الله رفع الحظر عن كل العراق، وإن شاء الله لعبتنا والسعودية إن شاء الله قابلين على فوز منتخب وطني حلو ومرتب إن شاء الله. بهم البركة بهم البركة. نعم. إن شاء الله. أحكي لي أجواء البطولة والجماهير الموجودة. السلام عليكم، أهلا وسهلا، حياكم الله بالضيوف. طبعا نحيي كل ضيوف أو أهالي العراق كلها. طبعا الأجواء حاليا هنا بالبصرة صارت عالمية والحمد لله والشكر. البارحة كان البصرة عالمية. عالمية عالمية، يلا يلا يلا، عالمية عالمية عالمية، البصرة صارت عالمية 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 عالمية، البصرة صارت عالمية عالمية. والله لو لعب شوفه شوفه يطرب الحاضر بالشعب، شوفه شوفه على عدنا هداف، شوفه شوفه كل الفرق منا تخاف، شوفه شوفه هي هي يا عراقي، هي هي يا عراقي. خلينا نشوف شلون نشوف حظوظ المنتخب في المباراة القادمة. والله أول لعبة صراحة أول لعبة شوية ما كان الأداء يعني اللي نطمح له بسبب الضغوط وبسبب هاي، بس إن شاء الله نتأمل بالمباراة الثانية، والمدرب جديد همين تعرف إن شاء الله بالمباراة الثانية نحقق الفوز ونتأهل للدور القادم. كلنا خلينا نختم، يلا تعالوا خلينا نختم، يلا حيوا العراقي، حيوا 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 هي هي يا عراقي، هي هي يا عراقي، هي هي يا عراقي. نعم زميلي علي، بهذه الأجواء وهذه الأجواء الجميلة جدا من كورنيش شط العرب، لك الكلمة ولزملائك في الاستوديو.